بسم الله الرحمن الرحيم يا قابل توبة آدم يوم عاشورا يا فارج كرب ذي النون يوم عاشورا يا جامع شمل يعقوب يوم عاشورا يا سامع دعوة موسى وهارون يوم عاشورا يا مغيث إبراهيم من النار يوم عاشورا يا رافع إدريس إلى السماء يوم عاشورا يا مجيب دعوة صالحين في الناقة يوم عاشورا يا ناصر سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يوم عاشورا يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين واقض حاجتنا في الدنيا والآخرة وأطل عمرنا في طاعتك ومحبتك ورضاك وأحينا حياة طيبة وتوفنا على الإيمان والإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بعز الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده وبنيه فرج عنا ما نحن فيه.